فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ذكر المؤلف وكنا معه في الحلقة الماضية آيات المنافقين والمؤمنين وصفاتهم في سورة التوبة، من قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض إلى قوله يا أيها النبي جاهد الكفار، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض إلى قوله يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ثم قال رحمه الله: ومنذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر. فأما الكافر ثم ذهب يبين ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في مكة ودعا الناس إلى الإسلام، انقسم الناس في مكة إلى قسمين: مؤمن وكافر، مؤمن به وكافر به. ولما هاجر إلى المدينة وقوي الإسلام ظهرت صنف ثالث وهم المنافقون، فصار الناس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام: مؤمنون، كافرون، ومنافقون. والنفاق إنما يظهر عند قوة الإيمان وقوة المسلمين، يظهر النفاق، أما مع ضعف المسلمين فإنه لا حاجة إلى النفاق، يصرحون بكفرهم. الله أكبر. لكن إذا قوي المسلمون وخافوا منهم أظهروا الإسلام اتقاء ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويتخذونه جنة يستترون من ورائه، كما قال تعالى: اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله. هذه صفة المنافقين. فالنفاق إنما حدث بعد الهجرة لما قوي الإسلام، صار هناك قوم لا يجرؤون على أن يواجهوا المسلمين ويقاوموا المسلمين، فأظهروا الإسلام لأجل الخديعة وبقوا على كفرهم في الباطن. ونحن ليس لنا إلا الظاهر، نحكم على الظاهر، وأما الباطن فإن الله يتولاه. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله فالله هو الذي يتولى السرائر. ولذلك وأما نحن فنقبل الظاهر. ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم إيمان المنافقين، لأن المقصود هو كف شرهم، وأما الإيمان فهو بيد الله يؤتيه من يشاء، والرسول لا يمنح الإيمان: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا انكف شرهم وبقوا على كفرهم في الباطن فهذا ضرره عليهم،